مهرجان فني أقامته دار ثقافة الأطفال في النجف بمناسبة يوم الطفولة العراقية، تضمن العديد من النشاطات الفنية والمسرحية التي عكست واقع الطفولة العراقية بين تشبث بالتفاؤل والأمل والبحث عن مستقبل أفضل، وبين واقع تحاصره التفجيرات والحوادث الأمنية. استذكار لأطفالنا، للأطفال الأيتام، للأطفال النازحين، للأيتام المعوزين الذين يعملون في الأسواق وفي الشوارع، الأطفال المحتاجين إلى علاجات. هذه رسالة للحكومة المركزية والحكومة المحلية للاهتمام بهذه الشريحة. آيات الطفلة المتعلقة بأبيها حد الهيام، والتي لم تستطع تحمل خبر استشهاده في الحرب ضد الإرهاب فتوفيت على جسده، عمل مسرحي قدم في المهرجان سجل معاناة الأطفال العراقيين من الإرهاب واليتم والتحديات. الفكرة عندما تقول أنه تتكلم شهادة الطفولة تتكلم شهادة الوطن، وأن الدم عن الشهادة يتكلم لغة أخرى هي لغة طفولة هذا الوطن العظيم وبقائه واستمراره. ويقول القائمون على المهرجان أنه أقيم بإمكانيات مادية ضعيفة بعد أن طرقوا كل الأبواب لدعمه دون فائدة. فعاليات وإن بدت بسيطة لكنها جسدت بوضوح واقع الطفولة في العراق والتحديات التي تتعرض لها باستمرار. راج نصير، الحرة، النجف الأشرف.